أعضاء منظمة أسوان بوضعهم الصحي وعلى كراسيهم المتحرقة، ولكن هذا العشق الحسيني أجبرهم على هذه المساهمة والمشاركة والاندفاع نحو صوب كربلاء وخدمة زوار أبا عبد الله الحسين. لم نمنحهم الظروف الصحية ولا الاقتصادية ولا وضعهم المادي من خدمة زوار أبا عبد الله الحسين. أعضاء المنظمة منذ تأسيسها منذ عام 2016 فهم يخدمون في المواكب والحسينيات متحدين ظروف العوق، ولكن هذه السنة سنة تفرق عن السنين الباقية. سنة 2023 هو أول موكب حسيني راح يكون لخدمة زوار أبو عبد الله من أعضاء المنظمة حصرا. البعض من أعضاء المنظمة لا يملكون، ولكنهم يعني أثروا على أنفسهم، وبعضهم استدانوا وبعضهم من باع من أملاكه لكي يخدم في هذا الموكب وتقديم الوجبات لزوار الحسين. كمعاقين نخدم زوار أبو عبد الله الحسين والمشاية، وإن شاء الله سائرون على هذا النهج، نهج أبو عبد الله وهو استشهد مظلوم، وإن شاء الله باقون طول العمر إن شاء الله. إن شاء الله صارنا هاي حوالي بالعشرة أيام باقين هنا لما تنتهي المشاية، وأنا هم أعضاء المنظمة هم حتى يباتون هنا على مود خدمة الزوار. أي والله.